وبالفعل انتهى الشوط الأول ما بين النادي الأهلي وطلائع الجيش. النتيجة 2-0، تقدم للنادي الأهلي في الدقيقة 6 من الشوط الأول عبد الله السعيد، ثم في الدقيقة 21 أحرز تريزيجيه الهدف الثاني. ده هدف عبد الله السعيد أهو، وده الهدف الثاني لتريزيجيه. الحقيقة جملة رائعة من النادي الأهلي، تفوق النادي الأهلي بشكل ملحوظ، كاد النادي الأهلي أن يحرز أكثر من هدف. انهار طلائع الجيش غير موجود بالمرة، الدفاعات ممرات يعني واضح أن ممرات فاضية، واضح أن النهاردة كابتن فتحي مبروك بيتغلب بشكل كبير جدا على الكابتن طلعت يوسف في قراية المباراة. كابتن أحمد شايف الشوط الأول إزاي؟ يعني سريعا طبعا الشوط الأولاني أنا شايف النادي الأهلي بدأ بداية قوية جدا جدا، واضح أن كمان سهل عليه وساعد عليه فئه الجيش، الحاله بتاعت فئه الجيش، لانه ما بعيد تماما. يعني احنا حتى كنا قاعدين بنتكلم كلنا الدقيقه 5 او الدقيقه 2 انفراد، الدقيقه 5 انفراد، فالواضح ان حتى التركيز دايما بيقل مع كتر المجهود، انما واضح ان التركيز من الاول فئه الجيش ان هو مش موجود. فانا شايف ان النادي الاهلي بدايه موفقه، وزي ما قلنا ان معنويا اللعيبه بترتاح معنويا لما يكون في مدرب بيقدر ان هو يجهز اللعيبه معنويا بشكل كويس، واللعيبه بتبقى مقتنعه بيه، اعتقد ان هو بيظهر بشكل كويس. يعني حتى النادي الاهلي النهارده اللعيبه كلها واضح ان في شغل كويس بين اللي تحت الفراوده، ودول الاهم اللي موجودين، الاهم اللي بيخلصوا كل شيء. سهل عليه، انا شايف ان الحاله السيئه لفريق الجيش. تمام، كابتن حازم الشوط الاول شايفه ازاي؟ مع العلم ان كابتن احمد حسن كان بيقول ان الماتش النهارده هو هيبقى تقييم كويس لكابتن فتحي مبروك او لعيبه النادي الاهلي، واضح ان في تغيير كبير. وانا كنت فاكر ان الماتش صعب بصراحه، يعني كنت متوقع ان طلعت يوسف كانت طلعت والجيش هيبقى صعب الدنيا على الاهلي، ولكن الماتش من اسهل الماتشات شفتها. اولا الاهلي يمكن احسن ماتش لعبه، يعني اعتقد الماتش ده وماتش المقاولين في الدور الاول كان قدم بشكل كويس. السرعات اللي موجوده في الاهلي، استغلال المساحات، اللعب من لمسه واحده ولمسه ولعبه، اللعب والتحرك. بص هنا صبر رحيل 1 3 اللي اتعملت مع صبر رحيل وحسام وتريزيجيه، واتعملت لتريزيجيه تاني. اهم حاجه في كره القدم والحاجه الباينه قوي في الاهلي النهارده ان الوضع واضح بشكل كبير ان الناس دي ما كانتش مقتنعه بجريدو اللعيبه دي، لان هي نفس اللعيبه ونفس الشكل، ولكن يعني نفس اللعيبه يعني قصدي، ولكن الشكل مختلف تماما. احساس ان معاهم مدرب حابينه مع يعني في حاجه مختلفه، لان لعب الاهلي النهارده هو الاهلي الطبيعي، الاهلي القوي، الاهلي السريع. النهارده اول مره اشوف الاهلي سريع جدا كده. هل نقدر نقول ان الاهلي راجع كابتن حازم، او الاهلي رجع بشكل؟ هو الاهلي عنده لعيبه كويسه، لكن الراجل كان يعني ما استغلهمش كويس، واضح دخل في صدمات معاهم كتير. لكن الاهلي النهارده الشوط الاول هايل بصراحه. تمام كابتن سيد، لا يعني مؤيدهم ولا مختلف معاهم؟ لا مؤيد طبعا. لا الفرق عن الاهلي والاهلي قبل كده ان ما فيش ضغط، يعني الضغط ايه؟ كابتن فتحي او الجهاز اللي موجود شال الضغط من على اللعيبه، واضح ان جريدو كان عامل ضغط بشكل سلبي مؤثر على معظم اللعيبه، ما شفناش الاداء ده من فتره كبيره. النادي الاهلي النهارده مستغل الامكانيات بتاعته، مستغل تريزيجيه بشكل جيد، مؤمن زكريا، عبد الله في افضل حالاته، يمكن المباراه اللي فاتت عبد الله مميز بشكل كبير، النهارده بيعمل شوط انا شايف ان هو هايل جدا، عبد الظاهر تحركاته موجوده، صبر رحيل بيهاجم، فعندك جبهات وعندك ناس يعني تحس ان اللعيبه خفيفه، يعني عندك باسم علي النهارده موجود، حتى المساحات اللي كنا بنلاقيها في دفاع النادي الاهلي مش موجوده النهارده، ما فيش ولا فرصه خطر. وده برضو يرجع نادي الجيش النهارده عامل مشكله، يعني انا النهارده عرفت السبب الرئيسي ان هو دخل فيه 45 هدف خلال مشواره في الدوري. لا الدفاعات صعبه جدا، في مساحات كتيره جدا للنادي الاهلي، وانت بتلعب النادي الاهلي ما ينفعش تلعب مفتوح كده.